السلام عليكم، هلا والله، حياكم في مقطع جديد في القناة. معاكم أخوكم مبارك قحطاني. اليوم راح أكمل معاكم المراحل المطلوبة منكم في الهاشتاج علشان أحمسكم تطلبوا مراحل زيادة، ما خليها معلقة. فالمرحلة الأولى معانا من أنس 15GH، يقول هذه المرحلة فكرتها أنك تخلصها بدون ما تخلي ماريو يلتفت يسار. الله يستر، شكلها بتكون شوية صعبة، حتى اسمها مكتوب دونت لوك ليفت وماريو 3. يلا خلنا نبدا. ما شفت كم خلصوها، الظاهر 85 من 1000 وحاجه. يلا نقول بسم الله. مالت في التسار، كل شيء يتكسر التفت يسار، يا ساتر. طيب لا 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 لا، شكلها بتعقدني. ايوه، لا نقزل. الاولى ضبطتها، الثانيه يا شيخ ما راح اركض. جرب يوه. ايوه بركض يا شيخ، في فتحتين لازم اقز منها. نركض بعدين ننقز، نركض ننقز ننقز. ايش اسوي؟ طيب انقز، وقف 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 وقف. بجرب بناقز. يلا ايوه 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 يا سلام. طيب الفوز، لازم انقزها بالضبط هذه. يا عيني جبتها. اوه والله متعبه متعبه. يعطيك العافيه انس، انت تجيب مراحل مره رهيبه. والله توقعت بتكون اطول وفيها تعقيد اكثر، بس حلوه والله، تستاهل احفظها عندي. هذه اول مرحله خلصناها من المتابعين، نروح للثانيه. يلا اوكي. المرحله اللي قبل شوي لعبتها حقت احد المتابعين اسمه بدر الغيثي، يعطيك العافيه بدر الغيثي، وشكرا انس انك حطيت لي عشان العبها. يلا نروح المرحله اللي بعدها. المرحلة الثانية معانا من ياسين، يقول هذه مرحلتي كانت مصممة للأسطورة بندر، وبما انك اسطورة فهيلك. شكرا، يلا نلعبها. مكتوب ايزي بندر. عندي مشكلة بالايزي، اي حد يقول ايزي تطلع مو ايزي ابدا. بدايتها كذا. ايش قاعد اسوي؟ ايش قاعد اسوي؟ بعدين اظني انزل هنا، احس ليه كذا يا شيخ. طيب خليني انزل من هنا. لا لا، ما انزل ما انزل ما انزل ما انزل، في طيحة هنا. باوزر باوزر يا اخي، ليش تحبون تحطون باوزر؟ ليش تحطون؟ اظني انطلق احسن. ايوه 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 ايوه. باوزر ثاني يا اخي، اتق الله يا اخي اتق الله. وصلت الفوز. عرفت فكرتك كذا. لا تنقز يا باوزر. ايوه شاطر، جيبوا. لا 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 لا. باوزر وين المدفع؟ وين المدفع؟ ليش غدرت فيني يا مدفع؟ هروح اجيب مدفع. خلني انحاش بس. خلني انحاش يا مدافع. تعالوا. تعالوا 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 تعالوا. الفوز. تعالوا يا مدافع.
ايوه اجيبك انا، عارف حركاتك، حركاتك المدفع اللي تنقز عليه جبناها. طبعا اعطيت ستارت لما اعطيت لها ستارت لما ضغطت ستارت بداية المرحلة، فخلاص ما احتاج اعطيها مرة ثانية. مرحلتنا الثالثة من بدر الغيثي هو نفس مصمم المرحلة الاولى اللي في المقطع هذا اللي للطالع يسار. حط لي مرحلة قال السلام عليكم هذه مرحلة من تصميمي راح تعجبك، وحط الكود المرحلة ومنشني فيلا نلعبها. يقول لي don't look right يعني لا تشوف يمين، يعني ما اشوف يسار المرحلة الاولى، والحين مرحلة ثانية لا تشوف يمين، يلا نشوف. اوه اوه لحظة تمشيني لحالها، ما اتحرك اتوقع، انا مو قاعد اتحرك بس قاعد انقز. اوتش ايش صار؟ بدر 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 ايش هذا يا بدر؟ اوه وصلت بعيد، خلصت من اول مرة توقعون؟ توقعون؟ don't look right اخاف امشي. طيب انا قاعد طالع يمين، في مفتاح وين؟ شفت يسار عادي يمين. يو ايش المفروض اسوي؟ ايش المفروض اسوي يا بدر؟ ما في هنت ما في شيء. اوكي لازم اكون مطالع يسار طول الوقت عشان البو يسحبون النبتات هذه ويطيحون على الموسيقى. ذكاء 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 يا بدر ذكاء. اوه هنا نقزة طويلة، اوكي نقزة طويلة بعد، وهنا نقزات صغار. بغيت اموت. هنا نقزة صغيرة بعدين ما انقز. طيب يا عيني حلوة حلوة. بسرعة 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 بسرعة. اتوقع ما احتاج بي سويتش صح؟ خلاص فزت فزت. ما فزت؟ تبذير مفاتيح يا ساتر، بي سويتش اللي ما يخلص، ايش في كذا؟ ترن تن 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 ترن تن. الله 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 الفوز. تستاهل فيفرت بعد تستاهل. ايش رايك بدر؟ والله عندك مراحل حلوه كذا مسلي. يبغالنا نشوف مراحلك اذا عندك مراحل اكثر. نشوف مراحلك. والله كثير ما شاء الله. خلص منهم 2 برجع بعدين العبهم. بس في البداية خلني اعطيك قلب. اخر مرحلة معانا حلقة مقطع اليوم من صاحبنا برنس ام، يقول هذه مراحلي الثلاثة ابدأ من فوق، بس ثلاثة واجد، باخذ المرحلة الأولى وبلعبها إن شاء الله. ويلا. اوكي، في بلوك هنا. الكوينز ما أتوقع أحتاجهم في شيء. يعني ما أحتاج يمكن بي سويتش ولا شيء. خلاص تعودت على الغدرات. مشروم! أوه! راح أشوى. خلاص ما ماري ميكر حفظنا غدرات حفظ. هنا في بلوك قرش. طيب خلينا ندخل هنا. طيب اوكي اوكي تحرك من نفسها. في وردة. ليه كذا يا محمد ليه؟ ليه التعذيب؟
اوكي ما شفت ايش في قدام. لا ان شاء الله ما في شيء. هذول يطيحون. اوه بغى يذبحني. عاد قروش مشروم. واو واو في الاخير طلع قرش. ضحيت بنفسي في الاخير طلع قرش. اروح هناك؟ ما ادري اروح هناك. ما في شيء. اح 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 ايش؟ لكن انزل عنده يا شيخ. عطني مشروم، عطني شيء، عطني ورده. ايوه عطني مشروم. اخذت العجله. قهر. كان فزت الحين لو اخذته. فلسفه، فلسفه مباركيه، فلسفه جديده. خل المشروم روح عنا. انا فيلم هنا. ايش في كان؟ ايش في كان؟ ايش في؟ ايش في؟ ايش في؟ نسيت. اي هنا ما في. انزل. يا سلام يا سلام. فنان، انا فنان، اتعبكم فن. جيب المشروم. لا تدخل الحين. ادخل بسرعه. حتى ما احتجت المشروم. حتى ما احتجت المشروم. شيل نجمة. طيب يا شباب، كذا كنا انهينا من المقطع. يعطيكم العافية على المشاهدة، وشكرا للجميع اللي حط لي مراحل في هاشتاج مبارك اندرسكور ميكر. إذا عندكم مراحل أنتوا سويتوها أو شفتوها حلوة تبغوني ألعبها، حطوا لي إياها في الهاشتاج، وبإذن الله راح ألعبها في مقطع ماريو ميكر الجاي. يعطيكم ألف ألف عافية على المشاهدة، ولا تنسون تنشرون المقطع بين أصحابكم، ومع السلامة.